أصل لصد عدوان خارجي أو للدفاع الخارجي ثم تدخلت في البحرين. هذا غير صحيح، ما تم في البحرين تم استدعاء أهل شعور البحرينيين بأنهم يتعرضون لخطر خارجي، فهذا هو السبب أو هذا المسوغ لوجود قوات درع الجزيرة في البحرين، فلم تتخلى عن دورها وهي أصلا لا تدريبها ولا تأهيلها للتعامل مع الشغب أو أحداث الشوارع، فهي غير مؤهلة للقيام بهذه الأمور. قوات درع الجزيرة وحدات مشاة ما تحمله من سلاح، ما يحمله أفرادهم من تدريب، ليست قوات مكافحة شغب أو قوات مؤهلة للتعامل مع الشارع أصلا، ولو دخلت في صراع لن تحقق النتائج المرجوة. أوكي، بس كلام دكتور عبد الله أن قد يكون هذه هي رسالة لأطراف أخرى أن تطوير اللي إنشاء قيادة عسكرية موحدة من الممكن أن يستخدم في أمور داخلية. أنا مثل ما قلت لك فيها رسالة، أنا تعجبت كرجل عسكري، أنا تعجبت أن يقال إنشاء القيادة وكأنه لم يكن هناك شيء مشترك بين دول مجلس التعاون. هناك حزام السلام، هناك تنسيق الربط الراداري بين دول مجلس التعاون، كلها قيادات موحدة. ما يوحي هذا أن في شيء آخر، يعني مثل ما قال دكتورنا في رسالة، أعتقد أنها رسالة لتعميق التعاون العسكري لكنها لا تحمل أي شيء آخر مثل التعامل مع الجمهور في الشوارع أو شيء. إذا أخذناها بمأزل عن الاتفاقية الأمنية، لكن عندنا أيضا اتفاقية أمنية. الاتفاقية الأمنية موضوع آخر، كموضوع لا آخر. يمكن أنا لا أربط القيادة العسكرية مع الاتفاقية الأمنية، لأنك لو قرأت حتى بنود الاتفاقية أو ما هو منشور حتى الآن، لأن نحن لا نعترف بما نشر حتى الآن إلى هذا اليوم. يعني الأمين العام لمجلس التعاون قال أن عندما سئل لماذا لم تنشر اتفاق الأمنية حتى يتم نقدها أو حتى يتم التعليق على ما فيها، قال أننا أردنا ألا تنشر إلا في قمة المنامة 33. فجميع ما سبق من نشر لصيغ الاتفاقية الأمنية لا نستطيع التعليق عليه، النشر الرسمي لها هو ما تم هذا النهار، ما تم هذا اليوم. فبنود هذه الاتفاقية ما تسرب الاتفاقية الأمنية، الاتفاقية الأمنية الماضية اللي رفضت الكويت وقع عليها، الدول أقدمت عليها وقعت عليها دول الخليج، اليوم إعادة طرحها مرة أخرى بصيغة مختلفة، شو الهدف منه؟ وخاصة أنك تتكلم عن الكويت فقط، فشو الهدف اليوم من الاتفاقية الأمنية تعاد صياغتها ويعاد طرحها مرة ثانية؟ أنا أتفق معك. أولا أنا لست من الفرحين بصدور هذه الاتفاقية الأمنية لأنها جاءت وفيها عيبين شرعيين. العيب الأول هو توقيع هذه الاتفاقية في وقت المواطن العربي هو ضد الحل الأمني، الاتفاقية الأمنية، الإجراءات الأمنية بكل شكل، فكان اختيار التوقيت لتوقيع هذه الاتفاقية غير مناسب بالمرة. الموضوع الآخر أن الاتفاقية الأمنية قصرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في تسويق هذه الاتفاقية، يعني تحدثوا عن اجتماع لتوقيع هذه الاتفاقية، تحدثوا عن أنه تم توقيع هذه الاتفاقية، وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قال أن الاتفاقية سرية حتى الآن، فأصبحنا يعني أصبح هناك الكثير من الضبابية. لماذا لم تقم الأمانة العامة لمجلس التعاون بدورها في انتهاج الشفافية؟ شنو تفسيرك لعدم الشفافية في هذا الحال؟ الانتهاج هذا اللي أقوله، أن مفروض الأمانة العامة لمجلس التعاون تتسلح بالشفافية وتعرض الاتفاقية وحتى تسوق هذه الاتفاقية وتظهر البنود الإيجابية. يعني ترى هناك الكثير، مع أنني أتحفظ على كثير مما قرأت في بنود هذه الاتفاقية، لكن هناك جوانب مضيئة أيضا، مكافحة المخدرات، مكافحة الإرهاب، مكافحة التهريب، مكافحة الأسلحة، هناك الكثير من الأمور الإيجابية التي تحفظ أمن المواطن الخليجي، تتعامل مع تهريب الأموال، تتعامل مع الكثير من الأمور الأمنية التي تحتاج على دول الخليج ان تتفق فيها. انا برجع لك يا دكتور عبد الله، يعني اتفاقيه الامنيه واتفاقيه الامنيه يمكن يعني اعترضت عليها الكويت، كانت لاسباب اهمها انها تتعارض مع الدستور. اليوم الاتفاقيه، يعني اذكر في كان في مجالس ماضيه لما كان وزير الداخليه وقتها جابر الخالد كان يتحدث ان احنا يجب ان ندخل الى الاتفاقيه الامنيه وان كان هناك تعارض، لان منطقتنا والاخطار اللي تحدق فيها فمن الممكن ان احنا نقبل عليها. اليوم لا، اليوم احنا نعلن، أيوة الوزير الداخليه الحالي الشيخ احمد الحمود يعلن بان هناك اتفاقيه لا تتعارض مع الدستور، إلى الآن الاتفاقية